في أحدث كشف لأنشطة وكالة المخابرات الأمريكية واعتمادا على وثائق قدمها إدوارد سنودن الموظف السابق في الوكالة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالة المخابرات الأمريكية استخدمت منذ العام 2010 بيانات جمعتها لمعرفة بعض ما اسمته الصلات الاجتماعية للأمريكيين، والتي يمكن أن تحدد هوية أصدقائهم وأماكنهم، وأن وكالة التجسس سمحت بتحليل الاتصالات الهاتفية ومدونات البريد الإلكتروني لفحص شبكات أصدقاء الأمريكيين من أجل أغراض المخابرات الأجنبية بعد أن رفع مسؤولو وكالة المخابرات القيود عن هذه الممارسة. وأوضحت الصحيفة أنه بسبب المخاوف من انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين الأمريكيين لم يكن يسمح سابقا بتحليل مثل هذه البيانات إلا للأجانب، وأضافت أن مسؤولي الوكالة امتنعوا عن تحديد عدد الأمريكيين الذين شملهم ذلك. ولفتت الصحيفة إلى أن الممارسات التي تقوم بها وكالة المخابرات الأمريكية أثارت استياء زعماء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ما دفعهم لبذل جهود من أجل سن تشريع جديد يضع حدودا جديدة على عمل الوكالة بعدما تجاوز تجسس الاستخبارات الأمريكية حدود الأمريكيين إلى الدول والرؤساء والمنظمات كما حدث مع الهند والبرازيل والصين وغيرها.